رجعنا من الفاصل، عملنا صوص المكرونة الجميل بالفلفل والبصل والطماطم، عملنا سلطة البنجر، هنسقط دلوقتي المكرونة في الصلصة زي ما انتم شايفين. نقلب تقليبة كويسة. سر الطبخة لسه ما ضفناهوش لغاية دلوقتي، يبقى لازم نتعلم ان الفلفل الاسود بيتضاف اخر الاكل عشان تفضل فيه ريحة الفلفل، عشان لو غليناه على النار بتتطير ريحته وزيوته تطير. احنا كده ضفنا المكرونة، نسيبها على النار لمدة دقيقتين زي ما انتم شايفين كده، سهلة وبسيطة. هنبدأ نضيف الزبدة على الطاسة، هنعمل الكبدة بتاعتنا بالزبدة والليمون. ضفنا الزبدة، بسهولة أيوة سخنت معانا، نضيف الثوم، مش هنسيبه على النار، احنا بنضيفه ياخد الريحة بس. هنبدأ نضيف الكبدة زي ما احنا شايفين، شرايح كبدة. هي 4 شرايح. نقلبها على طول. شايفين لونها بيتغير على طول، فلازم نبقى معاها. زي ما انتم شايفين نحط النار عليها، نقلبها تقلبتين. نبدأ نضيف لها التوابل، كمون نص معلقة، معلقة بصل ناعم، البصل بودر والثوم بودر، نص معلقة ثوم بودر، دي منكهات للطعم. لسه مش لازم نحط مية على الكبدة واحنا شغالين، محدش يقول لا كبدة نشوي نحط لها مية، لا ما ينفعش، هتزفر الكبدة على طول. وده ستات ست البيت بيقعوا في المشكلة دي بصفة مستمرة. هنضيف لها الليمون دلوقتي على نار هادية مرتين، هنعصر الليمونة دلوقتي زي ما احنا شايفين. الكبدة بتاعتنا متاخدش وقت، نشف قلنا كويس. احنا دلوقتي قبل ما الكبدة تخش في السوا واحنا بنقلبها مع بعض،
ممكن ننقلها بس على اذنكم على نار هاديه. واحنا بنقلي بالكبده عملنا المكرونه ريد صوص زي ما انتم شايفين. سلقنا نص كيلو مكرونه سباجيتي، عملنا الريد صوص بتاعها مكون من طماطم، بصل، نص كيلو طماطم، بصلايه للطبخ، فلفلايه خضراء قطعناها ناعم، البصل قطعناه ناعم، حطينا معلقتين زيت ونكهناهم بنص معلقه سمنه، حطينا البصل شوحناه، ضفنا ليه الفلفل الاخضر، بعد الفلفل الاخضر حطينا توابل المكرونه، واستنينا اخر حاجه نزودها عليه سر الطبخه النهارده الفلفل الاسود. لغايه دلوقتي ما زودناه، اول ما احس ان المكرونه اتسبكت ودخلت في السوى اضيف عليها الفلفل الاسود. الحاجه الثانيه عملنا سلطه البنجر، جبنا حوالي حبتين بنجر قطعناهم كويس، سلقناهم، تقطعوا مكعبات، عملنا لهم صوص البنجر، حوالي 3 ليمونات، معلقه كمون، رشه فلفل اسود، شويه ملح او ربع معلقه ملح، قلبناهم كويس وحطيناهم في طبق تقديم. نبص على الكبده مع بعض تاني، جبنا حوالي 4 قطع كبده، عملنا التومه زي ما انتم شايفين، حطينا علينا توابل الكبده، نص معلقه ثوم، نص معلقه بصل باودر، ثوم باودر، كمون مطحون. واحنا دلوقتي شغالين اهو بنقلب بس بصفه مستمره. المكرونه بتاعتنا المفروض كده تستوي. هنجيب الفلفل الاسود الاول مع بعض، مش عايزين على طول، نضيف الفلفل الاسود ونقفل النار ونغطي. الكبده داخله على السوا، ممكن دلوقتي نبدا نجيب سيرفيس المكرونه، الطبق الجميل بتاعها مكرونه جنن الشباب، كله بيبص المكرونه جامد. يلا بينا. واو، يلا شلبي، ده طبق المكرونه بتاعنا. جميل، الكبده بتاعتنا استوت. نجيب الشوكه، لسه ما طعمناهاش بسر الطبخه بتاعتنا، لسه ما طعمتش بسر الطبخه بتاعتنا. استوت خلاص، قفلنا النار عليها، نبدا نطعمها سر الطبخه. زي ما انتم شايفين الفلفل الاسود بينزل يزغزغ الكبده. يلا بينا نجيب طبق التقديم بتاعها ونقدم. معايا؟ بسم الله. معلش بقى، دي واحدة معايا. ايوه. نضيف الجرنش بتاعنا،
ألذ حاجة في الكبدة. دي واحدة. هنجرنش الطبق بس عشان يبقى شكلها حلو. الحاجات المتاحة بالنسبة لنا. عملنا المكرونة الاسباجيتي، سلقنا المكرونة، عملنا الصوص الأحمر، تبلناه بالبصل والفلفل، حطينا صوص الطماطم، حطينا التوابل، عملنا الكبدة، حطينا التوابل بتاعتها، فصين الثوم، معلقة الزبدة، حطينا التوابل، عملنا سلطة البنجر، حطينا ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل اسود، ملح، حطينا ثلاث ليمونات، معلقة زيت زيتون، وقلبناها كويس، عملنا سلطة البنجر كويسة. واهم حاجة النهاردة اللي احنا حطينا الفلفل الاسود في اخر كل اكلة عشان ما يستويش على النار عشان يدينا النكهة المطلوبة. نشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله.